نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي في الله. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو حكم الإدغام. يلا مع بعض كده نشرب كوباية شاي ونظبط الأداء ونيجي كده نركز مع بعض. الحكم الإدغام سهل جدا إن شاء الله. يعني إيه كلمة إدغام؟ إدغام يعني بتدخلي حاجة في حاجة، لما بتدخلي أي شيء في شيء ده اسمه إدغام. طب في المصطلح قالك إدخال حرف ساكن اللي هو النون او التنوين في حرف متحرك اللي هي حروف الادغام. لما تدخل الحرف الساكن في الحرف المتحرك ده هيكون حرف واحد، هتنطقي ايه؟ حرف واحد. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا عندك مثال لما تقولي من لدن، من لدن، انت هنا نطقتي ايه؟ دخلت النون في اللام. طب هل النون ظاهرة؟ لا، النون مش ظاهرة. ايه اللي ظاهر اللي انا نطقته؟ هو اللام، لان انا دخلت النون في اللام ونطقت الحرف التاني مشدد، فقلت من لا من لا، ما قلتش من لا، لا انا دخلت النون في اللام وحذفتها، حذفت النون خالص ونطقت الحرف اللي بعده ايه؟ مشدد، فدخلت النون في اللام. برضو نفس الحكاية، من يعمل، عندك النون دخلها في الياء، هتنطقي الياء بس مش تنطقي النون، وتقولي ايه؟ من يعمل، من يعمل. طبعا كده ايه فهمنا؟ يعني ادخال نون ساكنة او ادخال حرف ساكن اللي هو النون في حرف متحرك اللي هو الحروف يرملون بحيث يصيرون ايه؟ حرفا واحدا مشددا، اللي هو الحرف الثاني اللي انت بتطقيه ايه؟ كأنه مشدد. تمام كده. طيب اقسمه ايه؟ قالك ان الحروف يرملون دي قسمها لك العلماء الى بغنة وبغير غنة. اللي بغنة خدلك منها حروف ينمو، عندك بغنة ينمو، قسمنا ينمو ديا خد ناقص مع الواو والياء وكامل مع النون والميم، يعني الغنة بتبقى ناقصة او الغنة ممكن تكون ايه؟ كاملة. تمام كده، ناقصة مع الواو والياء وكاملة مع النون والايه والميم. تعالوا ناخد مثال كده، لما نيجي نقول من نعمة، طيب انا عندي نون ساكنة خالية من الحركة، ودي من علامات الايه؟ الادغام، تلاقي النون خالية من الحركة بعدها حرف النون. طب النون دي من حروف ايه؟ النون دي من حروف الادغام الايه؟ اللي بغنة كامل. يبقى انا هقولها ازاي؟ هقول من نعمة، يبقى انا هجيب ادغام بغنة، يعني هضغم وهجيب الغنة في الايه؟ في النون، والغنة بتكون ايه؟ بمقدار حركتين. المثال التاني اللي هو من مال، طبعا انا ما نطقتش الايه؟ النون، دخلت النون في الميم فبنطق الميم المشددة، فقلت من مال، وهجيب طبعا الغنة بزمن ايه؟ حركتين، يبقى ده اسمه ادغام بغنة كامل. المثال الثالث مع التنوين، صحفا مطهرة، هتلاقي تنوين بالفتحتين، تمام، بعدها ميم، الميم من حروف ايه؟ ادغام بغنة كامل، يعني هجيب غنة اضغم التنوين في الميم واجيب غنة. ولا ازاي؟ صحفا صحفا، والغنة هنا تبقى ايه؟ مرققة معايا. خلاص كده. طب مع الادغام الناقص بقى، عندك ولي ولا، تنوين بعد واو، ده اسمه ايه؟ ادغام ناقص بغنة. لو لاحظتي هتقوليها ولي ولا، نطقتي الواو ايه؟ مشددة، ولكن في الكتابة مش مكتوبة ايه؟ مشددة. خلاص كده، فتلاحظي ان الناقص بيبقى الحرف اللي بعده غير مشدد. ولي ولا، من يطع، ووالد وما. تمام كده، يعني نركز قوي في الادغام الناقص، ان انت تجيب الادغام مع مشاركة الخيشوم في الغنة، لان في بعض الاخطاء بيقولوها من غير ايه؟ من غير مشاركة الخيشوم، فبيقولها ولي ولا. تمام، فين الخيشوم؟ لا انا عايزة ولي ولا. تمام كده، يبقى شارك الايه؟ الخيشوم معايا في الناقص بالذات، لان دي من اخطاء الايه؟ الشائعة. طيب القسم الثاني اللي هو بغير غنة كامل، بغير غنة، ركزي قوي، بغير غنة مع اللام وراء، يعني مش هتجيبي في ايه؟ في غنة. لو خدنا المثال الاولاني من لدن، من لدن، ايه اللي حصل؟ دخلت النون في اللام، نطقت اللام التانية مشددة، طب في غنة؟ لا طبعا ما فيش غنة، لان ده اسمه بغير غنة مع اللام وراء، يبقى ما اقولش ايه؟ من لدن، لا طبعا اقول ايه؟ من لدن، من ربهم،
غفور رحيم. يبقى انا ايه ادخل اعمل ادغام، ولكن مفيش ايه في غنه، لان ده اسمه ادغام بغير غنه كامل. خلاصه الكلام ده ايه؟ ان انت هتانيكي على النون او التنوين وتشوف الحرف اللي جاي بعده. الحرف اللي جاي بعده من حروف يرملون، اعرف ان ده ادغام. ينقسم الى، لو لقيتي من حروف ينمو يبقى اسمه ادغام بغنه، اما اللام والراء ده اسمه ادغام بغير غنه كامل. طيب، في قاعده عند الشيخ حفص بن عاصم رحمه الله بيقول السكت يمنع الحكم. يعني ايه السكت؟ السكت ده ان انا اقف على الحرف بدون تنفس. يعني اقول ايه؟ وقيل من راق كده، المفروض اجيب ايه؟ اقول من راق، صح كده. لكن السكت هنا السين دي معناها سكت، ان انا امنع حكم الادغام هنا واظهر واخد سكت بدون تنفس واقف عند الحرف واكمل الكلمه كحكم الاظهار بالظبط. تمام كده، يبقى عند حفص عن عاصم السكت يمنع الحكم. وبكده يبقى انتهينا من درس اليوم هو الادغام، واستنوني ان شاء الله في الحلقه القادمه وهو حكم الاقلاب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.